الباصون آلة نفخية خشبية بدأت تستخدم في بداية عصر الباروك وتطورت في أواخر القرن السادس عشر حيث ساهمت عائلة هيجل الألمانية في تطورها إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي في القرن التاسع عشر. تصنع آلة الباصون من الخشب والمعدن وتشتهر بلونها المميز، يبلغ طولها مترا ونصف المتر تقريبا. تتألف الآلة من أنبوبين متجاورين مختلفي الطول، تنتهي القطعة الأمامية بأنبوبة معدنية على شكل حرف S، تركب في نهايتها قطعة الفم التي تسمى بالريشة المزدوجة. للباصون خمسة ثقوب للأصابع يتم التحكم بها عن طريق المفاتيح، وبسبب ضيق هذه الثقوب والتوائها فإن صوت هذه الآلة يسمع هادئا ومكتوما، وهي الصوت الأعمق بين أفراد عائلتها: الفلوت والكلارينيت والأبوا، والذي يعزز صوت التشيلو والكونترباس في الفرق الموسيقية. تحتل موسيقى الباصون مكانة بارزة في أدب الأوركسترا وموسيقى الحجرة. آلة الباصون هي من آلات النفخ الخشبية، طبعا هي آلة أساسية بالأوركسترا، أوركسترا السيمفوني. طبعا في أقسام، هو آلات وترية، إيقاعية، نحاسية، نفخ نحاسية، نفخ خشبية. في أربع آلات نفخ خشبية أساسيات، هن الفلوت والأوبوا والكلارينيت والباصون. الباصون هي الباص تبع هاي الآلات. طبعا بما أنه هي اسمها من آلات نفخ الخشبية، يعني هي مصنوعة من الخشب، هذا بسموه خشب القيقب، وفي إلى معادن الكبسات طبعا، وهدول هذا المعدن هو مزيج عادة بيكون بين النيكل والفضة وممكن مواد أخرى. يعني في الآلة إلى قطعتين أساسيتين، هن أسطوانتين، هاي الأسطوانة الأولى وهي الأسطوانة الثانية لهون، هي أطول بطولين مختلفين. حتى كلمة هي فاغوت بالألماني أو فاغوتو بالإيطالي معناتها حزمة، يعني حزمة هن بيرمزوا لهدول الاثنين اللي مع بعض مربوطين. طبعا هدول الأسطوانتين بيجتمعوا مع بعض بهي الشكل الأسطواني يلي بتجمعهم، تدخل هون الأسطوانة الأولى الأصغر وهون الأسطوانة الأدخن، وفي قطعة رابعة يلي هي هي يلي فوق. يعني هو عمليا مؤلف من أربع قطع، واحد اثنين ثلاثة أربع قطع. طبعا لأنه بحكم أنه هن اثنين أسطوانتين مع بعض، نحن ما فينا دغري مثل مثلا آلة الأوبوا دغري ينفخ من هون الواحد. في عاملين طريقة اللي هو هذا اسمه البوكال أو الإس، طبعا بنعاون بنحط أكيد، يعني مثل ما كل الآلة بتنفخ بكل قطعة، هذا بنهايته بوكال من هون بيعزف الواحد. بس طبعا أنا ما فيني إذا عزفت هيك ما بيطلع صوت أبدا. هاي الآلة اسمها آلات الريشة المزدوجة. الريشة المزدوجة يلي هي هي الريشة هي شغلة كتير مهمة يعني، وهي اللي بتطلع الصوت أساسا، وجودتها ونوعيتها هي مهمة كتير ليطلع الصوت صح والدوزان صح وكل هالقصص. بيسموها الريشة المزدوجة لأنه هي من طبقتين مو طبقة واحدة، وفي بيناتهم فراغ صغير نحن بننفخ جوات هذا الفراغ.
في آلات تانية فيها رياش مثل الكلارينيت مثلا، بس هي ريشة مفردة ما بتكون مزدوجة. الأوبوة مثلنا نحن تعتبر جد آلة الأوبوة أو الباص تبع آلة الأوبوة، كمان هي ريشة مزدوجة من آلات الريشة المزدوجة. عن طريق وقت تحط هذا الأنش بالبوكال أو الإس، بنفخ هون جواته، بينتقل الهواء بعدين على الآلة كلها وبيطلع الصوت. طبعا الآلة فيها ثقوب وفيها مفاتيح. هلأ فيها 5 ثقوب، 1، 2، 3، 4، 5، هدول طبعا بيسكرون الواحد وأصابعه. والمفاتيح في مفاتيح كتير، يعني حوالي 20 مفتاح تقريبا، أو بين 20 و23 حسب نوع الآلة وتصنيعها. هدول طبعا المفاتيح هنا اللي بيطلعوا المفاتيح مع الثقوب، عن طريقه منطلع العلامات الموسيقية. هلأ إذا انتقلنا لمحور تاني هو طبيعة صوت الآلة. صوت الآلة بشكل عام هي المجال الصوتي تبع 3 أكتافات، وأحياناً 3 أكتافات وشوي، ممكن توصلوا 3 أكتافات ونص حسب الأعمال، حسب المؤلف اللي كاتب. مؤلفات الحديثة بيوصلوا نوتات عالية كتير مثلاً. بشكل عام طبيعة صوتها نتيجة أنه الثقوب تبعها صغيرة ومايلة شوي، صوتها بيكون يعني هادي ومكتوم شوي، جاف يعني قاتم أو حزين أو هيك حسب الريجستر تبعها. كل ريجستر له صوت بيعطي لون معين، طبعا هي ممكن تعبر عن ألوان كتير، بس الريجستر الواطي هو صوت عريض ممكن يعبر شوي عن الخبز أحيانا. الريجستر المتوسط هو صوت هادي قاتم حزين شوي بيشبه صوت التشيلو، والريجستر العالي جاف وحاد له ألوان صوتية معينة. وكمان هي بتتميز ب آلات بشكل عام، آلات الريشة المزدوجة بتتميز أنه في يعطي الواحد طابع سخرية وهزلي وقت يعزف ستاكاتو، بيكتبولها ستاكاتو. ستاكاتو هو يعني الصوت المتقطع. وبشكل عام يعني بالمينور هي ممكن تكون، خاصة بالمينور، أنه صوت حزين شوي وكتوم وهادئ. هذا بالنسبة لطبيعة صوت الآلة. هلأ إذا انتقلنا لنوعا ما تاريخ الآلة، هي آلة قديمة طبعا، كانت تستخدم أكيد ببداية عصر الباروك كتير بأوروبا، وتطورت، بلشت ما كان شكلها هيك مثل كل الآلات الموسيقية، كان شكلها مفاتيح أقل بكتير وحتى حجم مختلف وحجم أصغر شوي أقصر وكذا. طبعا تطورت بنهاية القرن الـ16، ظلت تطور، وفي عائلة هيكل هن ساهموا بهذا التطور لأخذت شكلها هذا بالحوالي بالقرن الـ19 تقريبا، شكلها النازف عليه هلأ. وطبعا نضاف كتير إلى مفاتيح وطريقة الصناعة وكذا لحتى صارت العزف بهالطريقة بهالشكل اللي نحن منشوفه منعرفه. إذا كمان ننتقل لدورة، دور الآلة بالأوركسترا، طبعا الآلة هي أساسية كتير بالأوركسترا مثل أي آلة تانية. هي بتكمل، هي الباص تبع سكشن الخشب، يعني بتكمل إلى دور هارموني كتير مهم، وكمان إلى دور تاني إنه بتدعم صوت تشيلو والكونترباس. أحيانا بتقولها بالأوركسترا كتير نفس دور تشيلو أو الكونترباس لأنه هي بتدعمهم منيح وبلون شوي مختلف، لأنه هي خاصة بالريجستر الوسط تبعه. Thank you.
في سوليات يعني مشهورة انكتبت إلى مثل كورساكوف اللي كتب لها سولو بشهرزاد. بيتهوفن كتب له في سولو مشهور بالسيمفونية التاسعة. هي من ناحية السولو، السولويات يلي من ناحية أعماله يلي انكتبت للأوركسترا. وطبعا بالأوركسترا إلى مثل ما قلت لكم غير دورة الهارموني والسولويات اللي إلى في كمان أعمال تانية أكيد كتبوا المؤلفين أعمال سولو لهي الآلة، يعني أعمال سولو مع البيانو مثل سوناتات أو غيرها، وكونشيرتويات طبعا كتير كتبوا كونشيرتويات مع الأوركسترا، يعني باسون بمرافقة الأوركسترا. وبكل العصور مثلا فيفالدي كتب كتير عنده كونشيرتات للباسون. عدد كبير هي بالنسبة للباروك، موزارت طبعا بالنسبة للكلاسيك، فيبر كتب كونشيرتات، بالرومانس مثلا سانسان عنده سوناتا مهمة لباسون، وفي روسيني كتب كونشيرتو كمان. وإجباري كمان إلى مؤلفات حديثة طبعا مودرن، مثل تانسمان كتب سوناتا إلى باور، برونز، جوليفيه في كونشيرتو جوليفيه، هذا يعتبر من أصعب الكونشيرتات اللي كتبت، هذا كله مؤلفات مودرن. يعني المؤلفات بشكل عام لهي الآلة، في مؤلفات سولو إلى سولو مع بيانو مثلا كسوناتات أو غيرها، وسولو مع الأوركسترا، وطبعا وفي مؤلفات دور إلى يعني دور بالأوركسترا، سوليات ضمن الأوركسترا مثل ما حكينا أنه مثلا بيتهوفن، كورساكوف وغيرهم، يعني كتير مؤلفين. وطبعا ما بدنا ننسى دورها بموسيقى الحجرة، أكيد في مؤلفات كتير مثلا تريو، كوينتيت، كمان كتير مكتوبة إلى مثل مع الأوبوا والكلارينيت، تريوهات أو مثلا أوبوا وكلارينيت وبيانو وهورن، في كوينتيت لكورساكوف مشهور، وتريوهات كتير موجودة، موزارت كتب لها تريوهات. وبالموسيقى الحجرة يعني إلى دور كمان كتير مهم، وفي أعمال كتير مكتوبة من ضمن باسون لموسيقى الحجرة.
you.